بليز الاكزرسيس 3.5 و3.6 مهمين، برجع بعيد بهيدا الشابيت في كتير اكزرسيسات بالكور، مش يعني بالكور يعني ما بتحلون، بالعكس بتحلون. دونك راح نبلش الاكزرسيس 3.5. اون كونسيدر ان لا سويت كي ساتيسفي لا ريلاسيون دو ريكيرانس ان ايغال اتسيترا، معنى الكونديسيون انيسيال. اون va utiliser la fonction génératrice pour les autres ان. هلا قبل ما بلش حل بدي اقول شغله بس لازم تعرفوها، انه نحن هيدي السم سي لا ميم شوز لو قلت لكم سي لا سم دو كا الان دو 1 بلس لانفيني ا كا موان 1 اكس كا موان 1 وي او نو. يعني بدي تعرفوا انه سم ا كا اكس كا كا الان دو 0 ا بلس لانفيني هي زيتا. اذا بقول لكم لحظه بس ان سكوند، هذه الجذر اكس يلي نحن عم نقولها سم ان الان دو 0 الى انفيني او كا الان دو 0 الى انفيني ان اكس ان، هي زيتا اذا قلت سم ان موان اكس ان موان بس الان ابارتير دو ان مش 0. اوكي ليه؟ لانه ابارتير دو 0 بتصير ا 10 موان ان، السويت مش موجوده اذا ا 10 نيجاتيف هي مبلش من 0 وطلوع. دونك جي دو اكس هي زيتا سم ان ايجال ا 0 انفيني ان اكس ان، او سم ان موان اكس ان موان بس السم مبلش من ان وطلوع، او اذا بدي سم ان موان 2 اكس ان موان 2 بس ان سوبيريور ايجال ا 2. رامبلاسي ان اصغر ستريكتومون من 2 رح تصير الان 10 نيجاتيف مش موجوده السويت، ا ايجال اذا ان ايجال ا 2 رح نكون ا 2 موان 2 يعني ا 0 اكس على بويسانس 0 يعني ا 0، ان ايجال ا 3 رح تكون ا 3 موان 2 يعني ا 1 اكس على بويسانس 1، ان ايجال ا 4 ا 2 اكس 2، ان ايجال ا 5 ا 3 اكس 3 اتسيترا. اوكي دونك هاد ثلاثه سي لا ميم شوز. هلا بتشوفوا ليه منعوز انه نعرف انه لي 3 سون لي ميم. دونك نحن شو ما نحل بهذا الاكزرسيس، بهذا الاكزرسيس 3.5 ما نحل سيت سويت cette relation de récurrence avec a0 égale a1. La fonction génératrice, l'avantage عن اللي كنا نعملهم قبل انه بيطلع لي سوليوشن دغري مع الكونديسيون انيسيال. هلا نشوف وين بتفوت ال a0 بالسوليوشن. كيف هنعمل؟ اول مره اكيد رح تحسوها صعبه بس الفكره ايتاب بار ايتاب بتصير وتتعودوا. دونك هي الريلاسيون دو ريكورانس، نحن ما نحولها على جي دو اكس، ما نروح على الاسباس الفونكسيون جينيراتريس. كيف؟ بدي اعمل ملتيبليه بار اكس ان وبدي اعمل السم. هلا اول مره رح نعمل ايتاب بار ايتاب بس بعدين فينا نعملهم بتعملوا دوز ايتاب سوا. دونك جو ملتيبلي بار اكس ان، جو ملتيبلي بار اكس ان، ما في بروبليم بالنسبه لملتيبليه بار اكس ان كل تيرم منهم. هلا في بلش من ان 1 ولا من ان 0 ولا من اي ان، تو سامبلومون بدي انتبه انه مثل ما كنا عم نقول هون الانديس ما فيه يكون نيجاتيف. يعني عندي ان اوكي الان فيها تبلش من ان، عندي ان موان ان دونك الان ما فيها تبلش من الان بتبلش سوري ما فيها تبلش من الزيرو لما يصير عندي ان موان ان بدها تبلش ان سوبيريور او ايجال ا ان. دونك اول شيء انا ملتيبليه بار اكس ان، الهدف لانه نروح لجي دو اكس يعني جو فو ملتيبليه بار اكس ان اي جو فو فير لا سوم. دوزيامون جو فو فير لا سوم بس جو بو با فير لا سوم دو ان ايجال ا زيرو، لانه اذا بلشت من الان ايجال ا زيرو هيدي ما في مشكله، بس هون في بروبليم لان بصير عندي ال ا انديس موان 1 دونك ال ان مجبوره تكون سوبيريور او ايجال ا 1. اصلا هيدي الريلاسيون ما فيها تكون سوف سي ان سوبيريور او ايجال ا 1، يعني الاساسيه بلشي من ال ان ايجال ا 1. لو هن بالسؤال ما عطوني انه ان سوبيريور او ايجال ا 1 بور سيت ايكواسيون. دونك اون في لا سام بور ان ايجال ا 1، اون كومونس بار ان ايجال ا 1 بور نو با افوار انديس نيجاتيف. بعدين فيكم تعملوا دغري سي دوز ايتاب ديريكتومون. اوكي يعني فيكم دغري ملتيبليه بار اكس ان وفير لا سم، بس هي اول مره عملناها ايتاب بار ايتاب. دوزيامون بشوف وين كيف وين في جي دو اكس وين ما في جي دو اكس. هلا صرنا نعرف ديجا انه هيدي سي كوا سوري ما في هون ايتاب ناقصه. عندي الجي دو اكس سي ان اكس ان سم من ان او ان موان ان اكس ان موان ان. اوكي اذا عملت هون السم وانسوا لي هيدي، اذا عملت السم هيك مثل ما الاساسيه سم ان ايجال ان ان فيني ان موان ان اكس ان
Est-ce que ça c'est g de x, oui ou non? Non. G de x va être n à n moins 1, va être x à la puissance n moins 1. Donc, qui va mettre x à la puissance n moins 1? Je vais mettre x à la puissance n. Il y a x à la puissance n moins 1 plus 1. OK? Il y a x à la puissance n moins 1 fois x. Donc, so, il fois x, pata, bar. Donc, heide. Ça, la même chose que ça, j'ai fait la somme et j'ai directement factorisé par x la barra. Kermel la yitla la somme à n moins 1, n supérieur à 1, x à la puissance n moins 1. Yani, heide, sari, g de x. Ok? Hala. On a 10 n moins 1 x n. Nafsi chif, déjà, il y a 10 n moins 1 x n moins 1. Ok? Qui veut dire x n moins 1? Yani, x n moins 1 plus 1. Je factorise par x fatta barra, la somme. وعندي 10 n moins 1 x n moins 1 اوكي ليه هلا بتشوفوا لنا هون ما في جي دو اكس هون معروفه شو هي جي دو اكس بس ليكون عندي نفس البويسانس يعني 10 x كلها على بويسانس n moins 1 اوكي بيبقى في اول وحده بعد ما حكيت عنها اسكو سا سي جي دو اكس وي او نو عندي ان اكس ان جي دو اكس سي ان اكس ان بس عشرت الان نبلش من الزيرو يعني هون ناقص شو بهيدي لأقول إنه سي جي دو إكس ناقصني بعد أول تر مين الأول تر يعني بور إن إيجال أ زيرو بور إن إيجال أ زيرو سي أ زيرو إكس زيرو يعني ناقصني أ زيرو ما في يزيد أ زيرو وتضل الإيكواسيون إيجال لزيد الأ زيرو يعني جو روترانش أ زيرو دونك صار عندي سم هيدي شو صارت السم إن سوبيريور إيجال أ زيرو موا أ زيرو وهون بتفوت الأزيرو مشان هيك أنا بحاجة للكونديسيون إنيسيال لحتى حل. دونك شو بيصير عنا؟ أنا أجوتي أزيرو رترانشي أزيرو رح أقولها شوي زدنا أزيرو أنا أصنع أزيرو على هيدي البارتي دونك هيدي الكونتيتي صارت سم N إيجال أزيرو جسكا لانفيني أ N X N لأنه جي أجوتي لبرمية ترمي اللي كان ناقص كانت مبلشي ها من أ A X A دونك أنا كان ناقصني الأزيرو وجي رترانشي أزيرو هون صار عندي finalement j de x اللي هي n allant de 1 jusqu'à l'infini à n moins 1 xn moins 1 اللي هي زيتا sum n égale à 0 à l'infini à n xn وهيدي مثل ما هلا بعد نشعبول إذا أنا قلت sum n égale à 1 infini 10 à la puissance n moins 1 xn moins 1 c'est la même chose de dire عندي la sum n égale à 0 à l'infini 10 n xn يعني هي زيتا هيدي بس à la place de a شو عنا هالمرة 10 à la puissance n وهون عنا 10 على بيسانس n موان 1 وهون عنا 10 على بيسانس n موان 2 هلا بعدين كمان هيا فيكم دغري تعرفوا شو الصام بس هلا لأنه أول مرة راح نحطها دونك هيدي صارت جي دو x وهون صار في جي دو x وعنا الأزيرو كي هي 1 بيبقى في 10 على بيسانس n x n شو هي هيدي الصام نحنا قلنا حولنا لفونكسون جنراتريس بدنا نحل الجي دو x اوكي هون صار في جي دو اكس هون في جي دو اكس هون في الازيرو هون في سم بدي اعرف شو هي هالسم بتطلع بالتابلو رجع فرجيكم هيدا هو التابلو دونك نحن لحديت هلا بس كتبنا الجي دو اكس اللي هي السم يلي هي زيتا سم اذا كا سوبيريور ايجال ا ا ا كام 1 اكس كام 1 هي زيتا سم اذا كا سوبيريور ايجال ا 2 اكس ا كام 1 2 اكس كام 1 2 اوكي هيدول الثلاثه إذا الآن ديس N هي زيتا إذا كان K هي زيتا إذا كان R بدكم يا سيلا مايم شوز هون عم السم عم تغير سويفان N بالكور مساقبة كانت مكتوبة سويفان K أوكي هلا شو طلع معنا هاي بدي أعرف ست سم شو هي أوكي وفي يلي هي زيتا برجع بعيد سيلا مايم شوز كو إذا N ألان دو 1 لأن صار عندي ديس N موان 1 X N موان 1 طب هاي السم سافو كومبيان ما عندي أن كونو ما عييها سي ديس على بيسانس N يعني هيدي بتشبه مين؟ هيدي بتشبه سلة سم كا ألان 0 ألان فيني 10 فوا X كلها على بيسانس كا وإذا أحيان كنت شوفوها N يا حي N إذا كتبنا N لا هي 10 أوكي؟ واضحة شيء أو لا؟ إنه ما حدا عم يسألني شيء رح أرجع فرجيكم نحن عنا هيدي السم Donc ce n'est autre que 10 fois x à la puissance n. يعني عندي sum n égale à 0 jusqu'à l'infini à x à la puissance n ou 10x à la puissance n. C'est la somme d'une suite géométrique de raisons
this x يعني شو راح تصير السم شو راح تصير السم a sur a moins a x يعني a sur a moins this x اوكي هاي اول وحده برجع بعيد بتكون شويه صعبه يعني شو صار معنا راح اعمل اتاب بار اتاب دونك هون صار في الجذر x لانه قلنا الجذر x هي زيتا لا سم اذا الان سي سا او بيان سا سي لا ميم شوز موا ا زيرو ال ا زيرو اللي هي 1 ال ا زيرو اللي هي 1 دونك سي موا 1 ايغال 8x زيدو x بلس x هيدي سي كوا سي هلا اللي كنا عم نقولها سم دون سويت جيومتريك دو ريزون 10x دونك سي 1 سور 1 موا 10x اكيد 10x ان فالور ابسولي لازم تكون ستريكتومون انفيريور ل 1 بس ما بنعلي اذا حطيته الكونديسيون لانه نحن عم نحل الجينراتريس او اون بو ما بهمني بغير محلات انا بحط الكونديسيون اللي بدي اياها لانه ما جي ملتيبليي بار اكس ان دونك في يقول افيك 10x ستريكتومون انفيريور ل 1 دونك اول ايتاب حولنا للفونكسيون جينيراتريس وبطل في سم يعني انا ملتيبليي بار اكس ان انا فيلا سم بطريقه سم بلشنا من ا لما يكون عندي بروبلم بيرجع جي اكس لي جي اكري لي دو اكس بالطريقه المناسبه يعني هون جو دوفي فاكتوريزي بار x ليصير معي n-1 a n-1 صار عندي هون جدو x بينما هون ناقصني برومية ترم لأنه السم مبلش من ال a بس عندي a n x n يعني مبلش من a a x a a 2 x 2 a 3 x 3 ما في ال a 0 دونك انا اجوتي a 0 اي انا عملو ترانشي a 0 دونك صار معي هون جدو x صار معي هون كمان جدو x وهون صار معي السم معي همنا جدو x لأنه معي ال a جي دو اكس هي لوسكو جو سي با ا واللي انا بدي حله هون ما في مشكله سي سام ان ال الان دو 0 جوسكا لانفيني 10 اكس كلها على بيسانس ان سام دون سويت جيومتريك دو ريزون 10 اكس هاي راح تطلع السام ا كونديسيون كو 10 اكس ستريكتومون انفيريور ل 1 ما في مشكله حدا ناس شيء كيف سام دون سويت جيومتريك دو ريزون 10 اكس هي 1 سور 1 موان لا ريزون فوا لا ريزون على بيسانس نومبر دو تيرم اوكي هون الريزون شو هي 10 اكس نمبر دو تيرم على بيسانس انفيني مشان هيك عم نقول ديس اكس ستيكتومون انفيريور ل 1 لانه ان نمبر ستيكتومون انفيريور ل 1 على بيسانس انفيني سي 0 دونك مشان هيك السم تطلع 1 سور 1 موان ديس اكس بلا شيء بلا بيسانس ان او بيسانس انفيني لانه رح تكون 0 اوكي الريزون على بيسانس انفيني رح تكون ريزون 0 لانه نحن عم ننقي بس نشتغل وين الريزون الي ستيكتومون انفيريور ل 1 هلا بدنا نجيب الجدو اكس كيف بدي اجيب الجدو اكس شوف كالكولي جدو اكس لانه الان كونو تبعي ارجع فيكم ها هي الان كونو الجدو اكس اللي هي ان اكس ان بدي حل الجدو اكس ترجع طلع الان دونك نحن هون اون فو كالكولي جدو اكس كيف يعني جو فاكتوريز بار جدو اكس جبنا هاي لهالمال دونك سي جدو اكس فاكتور دو ان موان 8 اكس شو بقى لنا بنجيب الان لهالمال ان بلس اكس يور ان موان 10 اكس denominator comme a moins 10x donc راح يصير في a moins 10x plus x يعني a moins 9x okay? donc صار عنا g de x c'est a moins 9x sur a moins 10x a moins 8x avec 10x strictement inférieur à 1 en valeur absolue à valeur absolue de x inférieur à 1 sur 10 اذا ما حطيتوها ما في مشكلة هلا ما خلصنا on veut décomposer هيدي الفراكسيون هلا لانه بدي ارجع لل g de x للa N. ما في اعرف الـ ان الا اذا بهدول الكايات اذا هي هيك او هيك او هيك دونك كل الوقت اذا بتلاحظوا الدينوميناتور كونستانت اذا كانت 5 لو بو فاكتوريزي بار 5 سير 5 فاكتور دو هيدي يعني 5 فاكتور دو لا سم دونك راح تطلع 5 في اعرف اذا كان كونستانت بس اذا كان في اكس ما بعرف دونك هون كيف كون بفير ما يصير عندي هالبروبليم وفي تحت جو دوا ديكومبوزي سيت فراكسيون هلا اللي ما بعرف اذا السنة الماضية انا شرحت كمان جو بو ديكومبوزي اون فراكسيون بس هون شو رح يصير رح اشرح لكم اياها عندي كونستانت رح اعمل هيك بس ما بعرف اذا حدا علمته اياها انا السنة الماضية او لا بما انه الدوغري دو نيميراتور هيدي اسمها بالانجلش partial fraction او decomposition of fraction on decompose the fraction دونك denominator رح يكون عندي a minus x ورح يكون عندي a minus with x وفوق في constant اللي نحن بدنا نحلهم اوكي a و b method كيف تعملوا نسولي هيدي denominator comma
وفو فات ليجاليتي هاي اللي انتو بتعرفوها واللي صح ميثود دو اللي هلا انا رح اشتغلها ما بعرف اذا حدا تعلمها معي سنة الماضي ماني ذاكره ميثود دو شو بعمل اذا عندي فراكشن بدي اقسمها بطلع بالدينوميناتور شو امتين سو دينوميناتور الي نول a موا 8x a 0 بور a موا 8x ايجال a 0 يعني a ايجال 8x يعني x ايجال a 1 سور 8 يعني وقت تكون x ايجال a 1 سور 8 الدينوميناتور تبعي هو 0 ها اول شغله دوزيامون كاسكو جو في ساعتها من هون بخبي اللي بيعطيني الدينوميناتور 0 يعني بخبي ال a موا 8x وبخبي ال a موا 8x هون اوكي بصير عندي A سي كوا A موانف X شر A موان 10X بور X إيقال A سر 8 هاي الفكرة حاجة أعطيكم example بلي سامبل دونك خبينا الدينوميناتور خبينا الدينوميناتور راح تصير A سي A موانف X شر A موان 10X بلوس X بور X إيقال A A سر 8 يعني بحط A موانف سر 8 لأنه نفع X شر A موان 10 فوا A سر 8 دونك شر A موان 10 فا 1 سر 8 يعني راح تطلع دينوميناتوركم ما 8 وبتير 8 موان اف موان 1 8 موان 10 موان 2 يعني تطلع 1 دومي يعني الـ A سي 1 دومي بروح على البي نفس الإدارة عجاعي دينوميناتور تبعي هاي بدي جيب البي أنا دينوميناتور إيقال A 0 بور كم بور X إيقال A 1 سر 10 A موان 10 X إيقال A 0 A إيقال 10 X يعني A إيقال 10X يعني X إيقال A سور 10 هلا بخبل A موان 10X بخبل A موان 10X شو بتصير الـ B C A موان نف X سور A موان 8X بور X إيقال A A سور 10 يعني A موان نف و A سور 10 سور A موان 8 فا A سور 10 يعني 10 موان نف A وهون 10 موان 8 2 وجو سامبل فيه رح تطلع 1 دومي يعني الـ B رح تطلع 1 دومي رح أعطي بعد إكزامبل منا صعبة لهون يمكن لأنه الجواب غريب عجيب بس هيك بيصير معي الـ A أندومي والـ B رح تطلع أندومي رح أعطيكم بعد مثلا إكزامبل أهين أوكي إذا قلنا عنا إنفراكسيون 5 مثلا سور X-2 بس رح أعطيكم إكزامبل أوكي X-2 فاكتور دو X-1 كيف تعملوا ديكومبوزيشن لهيدي الفراكسيون معروف انه راح يطلع في A سور X-2 بلس B سور X-1 بس لقلكم اياها انه هون يمكن سائبة شوية صعبة لانه في A سور 8 واتسترا اوكي كيف بجيب ال A وال B راح ارجع عيد الفكرة هيدا إيقال A 0 بور X قد بور X إيقال A 2 دونك بخبل X-2 بخبل X-2 وجو رامبلاس X par 2 يعني الـ A شو بتصير 5 sur 2 moins 1 5 sur 2 moins 1 يعني 5 sur 1 يعني حليت الـ A A c'est tout simplement 5 خلصت بروح للـ B denominator égal à 0 بخبي يعني الـ X moins 1 بخبي الـ X moins 1 يعني الـ X بدي حط محلها قدي 1 يعني الـ B c'est 5 sur A moins 2, يعني moins 1, 5 sur moins 1, أدى 5 sur moins 1, moins 5. يعني الـ B طلعت moins 5. هالقد هين الميثود. بتفضلوا تعملوا A, B, denominatorكم ما في مشكلة. بس سينو تعلمنا كيف نعمل. بدكم بعد example أو واحد الفكرة. شو؟ هعمل بعد example واحد. هون 4. هون الـ A وهون الـ B نحسب بعد آخر إكزامبل إذا جو بدي كومبوزي سات فراكسيون X-3 وهون عندي X plus 1 أوكي شو رح تطلع الـ A denominator إلي 0 for X إيقال A 3 بخبل X-3 بخبل X-3 جو رامبلاس بار 3 بتصير 4 سر 3 plus 1 يعني 4 سر 4 يعني قدي طلعت الـ A الـ A تو سامبلمان طلعت 4 سر 4 اللي هي A منروح للـ B X plus 1 هذا سألني شي سؤال أوكي. منروح لـ X plus 1 الـ 0 بور X إيقال A موا 1 بخبي هيدا 4 سر موا 1 موا 3 يعني 4 سر موا 4 4 سر موا 4 سي موا 1 يعني قدي طلعت الـ B موا 1
donc بهالطريقه je peux décomposer بلا ما اقعد اعمل دينوميناتور كوما وحلها. بتطلع بالدينوميناتور امتين ايليغال ا زيرو بخبي هذا الدينوميناتور بخبي هذا الدينوميناتور جو رامبلاس بور الفالور اللي بتعطيني زيرو هون اكس ايغال ا 2 يعني بحط اكس ايغال ا 2 بتصير 5 سور 2 موان 1 دونك 5 سور 1 بتطلع لي هذا النيميراتور. بنروح لثاني ميل بخبي اكس موان 1 بخبي اكس موان 1 جو رامبلاس بار 1 لانه الدينوميناتور الي نول بور اكس ايغال 1 بصير عندي 5 سور 1 موان 2 يعني 5 سور موان 1 دونك سي 5 سور موان 1 يعني موان 5. اوكي هيدي بتزبط وقت جو بو ديكومبوزي. مهم النيميراتور دوغري تبعه ستريكتومون انفيريور دو دوغري دو دينوميناتور. اوكي يعني لو فوق عندي 5 اكس 3 وهون الدينوميناتور هو الدوغري تبعه 2 لا ساعتها بعمل ديفيزيون بولينوميال اللي بتعرفوها اذا في عندي 5 اكس 3. اوكي دونك هون نحن اكيد مش هيدا الكا دونك مش هيك طلع معي. اعملوا الميثود اللي بدكم اياهم بس انه تعلمتوا كومون جو بو ديكومبوزي هيك بس دي بطريقة أسرع. مش عبيد هون شوية سائلة لأنه طلعت فراكسيون الX. هلا أنا ديكومبوزي صار معي السم بدي أرجع ردة البيت أنا سم AN XN شوف هاي للـ AN سافو كوا لأنه ساسي ما السوليشون. أوكي لما كنا هون ما بعرف شو هي بعد بدي أرجع عملنا جي دو اكس جبنا جي دو اكس بس بدي ارجع ردها ل ان يعني لارجع اعرف شو ال ان بديها سو لا فورم دو سم. نحن ارجع لكم من الكورس شو عملنا. نحن كان عندنا سويت او ريلاسيون دو ريكورانس اون ا ملتيبلي بار اكس ان اون ا في لا سم لنجيب الجي دو اكس. اوكي جبنا جي دو اكس بس جي دو اكس ما لنا صام هلا لحديت هلا طلعت سو كالفورم طلعت 1 دمي فا 1 سور 1 موان 8 اكس بلس 1 سور 1 موان 10 اكس معيها هلا بدي ارجع ردها لصام لطلع الـ AN لانه هيدي هي الـ انكونيو اللي انا عم نبش عليه. طب هي سي كوا سي لا صام دو كوا هي 1 سور 1 موان AX 1 سور 1 موان AX سا سي لا صام كوا ça c'est la somme d'une suite géométrique de raison ax يعني sum k lambda 0 jusqu'à l'infini ax k. donc on y مره كانت 8 يعني sum تبع 8x ومره هي 10 يعني sum راح تكون de 10x. اوكي دونك هيدي راح تكون sum ل 8x على puissance n والثاني راح تكون sum ل 10x على puissance n. اوكي بدي انا sum وحده an xn تعرف شو هي الـ an هيدا الـ unconnu تبعي. طب كيف بدي اعمل السم مرة واحدة xn factorize par xn عملوا additionné les deux termes مع بعض يعني sum n allant de 0 jusqu'à plus infini de 8x à la puissance n plus 10x à la puissance n يعني c'est 8n plus 10xn à la fois كلها سوا xn فاويت الـ 1 demi لجوا يعني صار عندي sum n égale à 0, infini, 1 demi, 8n plus 10x, à la fois que la 10n. Ça, c'est g de x. Donc, ça, c'est que la g de x, c'est sum an, c'est le grand an, xn. Donc, je suis allé à an. Katabna g de x sous la forme an, xn. Donc, an, c'est quoi? Ce n'est autre que 1 demi, 8n plus 10n. Yann, j'aide l'idée. Je vous chamele. Ça va être la solution. ماني بحاجة لأرجع حل كونديسيون إنيسيال ولا شي دغري طلعت ديركتومون. رح أرجع عيد شو الإتاب. أول شي جو ملتبلي بار إكس إن إي جو في لا سم أون سم كونفنابل يعني هيدا أنديس بيكون كونفنابل لما يكون عندي أنديس نيجاتيف للـ A. عملنا سم صار فينا نكتب أن فونكسيون دو جي دو إكس بنشوف شو لازم نعمل لنكتب مضبوط أن فونكسيون دو جي دو إكس يعني مثل هون أنا فاكتوريزي بار إكس هون أنا روترانشي أجوتي أ زيرو. حلينا الـ جي دو إكس حلينا الـ جي دو إكس لما منحل الـ جي دو إكس بدي ارجع أقسمها لفراكسيون بدي يكون عندي دينوميناتور مش أ موان 10 إكس فاكتور دو أ موان 8 إكس بيكون أ موان 10 إكس أو أ موان 8 إكس أو أ موان 10 إكس وكاري يعني الشيء اللي أنا بعرف له الصم مثل هيدا التابلو. أوكي الكونستانت ما بيعملوا لي بروبليم لأنه جو فاكتوريز بس كان في إكس لا ما بعرف بدي يصير أعمل شيء ثاني. دونك أنا ديفلوب أنا ديكومبوزي هيدي الصم مجرد ما عملنا ديكومبوزيشن صرت بقدر استعمل السم ان اكس ان تبع كل وحده يعني ساسي كوا ساسي لا سم
de 8x à la puissance n. La même façon, plus nous avons le foot. Tout ça, c'est la somme de 10x à la puissance n. OK? Donc, ça m'a somme la 2. Nous avons g de x, il y a la somme à n xn. AN واحدة وبدي XN واحد مش صام لاثنين. Donc tout simplement je fais la somme. يعني je factorise par XN وبفوت الان دمي جوات الصام. Donc اكتبنا G de X sous la forme de somme AN XN. Donc l'AN c'est quoi? 1 demi 8N plus 10N. Donc je multiplie par XN. Je fais la somme. بحل G de X. برجع بقسم هيدي السام يلي انا طلعت معها بقسم الجي دو اكس بحولها لسويت او لسام دون سويت او لسري اذا فيكم برجع بدي اكتبها سو انتل ان اكس ان بس هيدا البيت لانه الجي دو اكس سيكوا سي ان اكس ان انفا كتبتها سو لفورم ان اكس ان صار في اعمل جيب الان اوكي دونك برجع بعيد اول مره صعبه بس كثير مهم تقدروا تعملوا براتيك في شي كيستيون ها اول وحده باكيد اخذت معي يمكن نص ساعه لاول وحده الف في شي كيستيون عندنا قبل ما نشوف بعض اكزامبل لا طيب اللي محطوط بتدي كثير طويله وكثير صعبه ما حقعد اعملها لانه على الفاضي رح اعمل ديز اكزامبل سبليمنتير ورح بنهي باللي محطوطه بالكور يعني الاكزرسيس 3.6 رح خليه للاخر لانه شوي أصعب من اللي رح نعملهم هلا. دونك رح أعمل اثنين شو بدنا نعمل؟ هيدا خلصناها. رح أعمل دو زيكزامبل يلي إجوا بالبارتيال بالفينال قبل. أوكي؟ يعني رح أعمل إكزرسيس سوبليمونتير يلي هو هيدا رح أحط لكم إياه أكيد أونلاين. هيدول اثنين إجوا قبل. إتيليزي لي فونكسيون جينيراتريس بور ليزودر ريلاسيون دو ريكورانس سويفونت. اثنين. أوكي؟ ما بتذكر أي سنة بس هو قاطعين قبل. AN c'est 6, AN moins 1 moins 9, AN moins 2, on a la condition initiale A0 ou A1. Donc on, ça veut dire que je vais vous dire, je multiplie par XN, à l'étape, je multiplie par XN, je multiplie par XN, et je fais la somme. Là, on est somme, nous on fait un peu, on a la somme, on a la somme, on a 1, on a 2, on a 3, on a 0, ou la chou, on a AN moins 2. Il n'y a pas la somme de 0, là on va être là avec A moins 2, ما في اعمل الصم من 1 لا رح يطلع عندي a و 1 دونك مجبور اعمل الصم من n superior equal a 2 اوكي تو سامبلومون هيدي الريلاسيون او هيدي الايكواسيون من موجوده صف سي n superior equal a 2 لحتى ما يكون عندي انديس نيجاتيف دونك مش هيك لما بدي اعمل الصم واعمل الفونكسيون جينيراتريس بدي احط n superior equal a 2 دونك là trouve solution là l'exercice sup a donc on a fait directement la somme يعني on a mis deux étapes ensemble j'ai multiplié par xn où j'ai fait la somme n supérieur égal à 2 طيب بس حتى لانه في كذا étape معموله دغري انتوا اكيد في تعملوا étape par étape لتتعود طيب عملت الصم اوكي لحظه بدي بس ارجيكم اياها شوي ما تكون كتير صعبة عليكم بدي أعمل الإكواسيون يلي هي شوفوا الصم أوكي بعثة مش هالقد الصم جرب بس تكون إتاب بار إتاب نكون نحن عملنا صم تشوفوها هيدا هون قلنا السم رح اضبطه اوكي عملنا السم وانا ملتبليه بار اكس ان سوري هيدا الانديس ما بدي اياه مش هقدر شيله هلا اوكي رح خليها هيك هلا هون في السم قلنا هون اكس على بيسانس ان وهون كمان فوا اكس على بيسانس ان اوكي وهون اكيد بعرفي شو كاتبه غلط شو بعرفي شي كاتبه غلط الكا ما لازم يكون ايجال زيرو مظبوط الكا بدها تبلش من وين؟ هون حاطه من الدو
اوكي ومش لان جسكا لانفيني اوكي جسكا لانفيني هلا انتو بدكم تقولوا لي شو بدي اعمل انا بس حتى ما يكون في شوية اتاب بار اتاب قلنا هاي هي هذا اللي وصلنا له اوكي كا سوبرير و اد هون كا سوبرير اد هلا بدي اخلق الجدر اكس هاي السم يلي نحن عملناها هون ما في مشكلة انا عملت بليه بار اكس ان كل هيدا بس اعمل فوق اكس ان واعمل انه السم ان من الدو وطالع اوكي هلا بدي اجرب اخلق الجدر اكس الجدر اكس سيكوا اذا عندي سم ان ايجال ادو انفيني يعني بتكون ان موان دو اكس ان موان دو صح مش هيدا اللي شفناه قبل رح ارجع كمان اكتب لكم اياه هون ذاكرين شو كتبنا قبل الجدر اكس شو هي سم اذا عندي هيك يعني بتكون شو ان موان دو اكس شو ان موان دو او سي لا ميم شوز ادير كو سي لا سم دو شو ان الان دو ان ان موان ان اكس ان موان ان صح او شو هو كلهم مثل بعض او لا سم ان زيرو ان اكس ان مظبوط اللي عم نقوله هلا او لا هيدول كلهم ايجو يعني انا اذا عندي هون سم ان اكس ان شو ناقص لحتى تصير الجدر اكس فيكم تقولوا لي لازم كل ترم بترم شوف شو ناقص لحتى اكتبوا سو لا فورم دو جدر اكس فيكم تقولوا لي هيدا اول ترم شو ناقصه اكس ان موان دو نعم مش الاكس مفروض تكون اكسبوزان ان موان دو اذا كانت اكس اكسبوزان ان موان دو بس بعد عندك ان هو ان اللي بحدد لك مش الاكس ان هي اللي بتقرر لانه انت بالبويسانس فيك اذا عندك ان تقلي في بلس دو موان دو مثلا او موان دو بلس دو ما في مشكلة دايما فيك تلعب بالبويسانس للاكس بس ما في العب بالانديس تبع ان ما فيك تقلي والله ان سي ان موان ان بلس ان و ان موان ان بلس ان هيدا الشيء مش موجود يعني انت الان بتحدد لك شو لازم تعمل يعني انا عندي ان بما انه عندي ان لازم يكون في اكس ان عندي ان موان ان يعني شو بيكون فيه اكس ان موان ان تري بيان بدي هون اكس ان موان وهون عندي ان موان دو يعني هون شو بيكون فيه ان موان دو اوكي يعني الانديس الان يلي بيقرر لي شو بدي اي تيب تبع جدر اكس بدي اخذ مش الاكس ان لان اكس ان ما في مشكله جو بو دير اكس ان سي كوا اكس ان موان دو بلس دو مش غلط اكس ان موان ان بلس ان ما في بروبليم بس الان ما في يلعب بالانديس تبع الان دونك هي مجبوره تكون ان اكس ان دونك لتصير الجدر اكس انا بحاجه السم بتكون من وين من زيرو اوكي شو وضحت الفكره او لا يعني انا هيدي بدي تكون سم من زيرو ل بلس انفينيتي ما هي كيف بدها تصير كيف بدي خليها تصير اوكي هيدي اول ايتاب رح نحط ايجال عم نعملها انا وياكم شوي شوي كيف بدي خليها تصير واو يا ريت من الاساس هيك بينت كبيره احلى كان اوكي كيف بدي خلي هيدي السم اللي هي هون اللي منا من زيرو تصير من الزيرو اكيد منا ايجال شو ناقصني كم ترم ناقص هيدي السم صار عندي A0 بيرجع A1X بيرجع A2X2 A3X3 etc بينما هيدي السم منن ايجو اوكي بعد ناقصني هون شيء بلس موان في شيء هون ناقص ما بعرف شو هو اوكي سم ان ايجال A2 بلس انفيني يعني هيدي من وين مبلشه اذا ان دو يعني مبلشه من A2X2 A3X3 A4X4 A5X5 يعني مين ناقصني لتصير لتصير هيدي السم مين ناقص حدا فيه يقول لي لا زيرو اكس زيرو ولا تريبيا ناقصني الزيرو اكس زيرو والآآ اكس اوكي راح اكتب لكم كمان هيدي سيكوا هيدي السم سيكوا اول شيء زيرو بيرجع آآ اكس على بيسانس ضبطكم آآ بلس آآ دو X2 plus شو بعدين A3 X3 plus etc صح ها هي الجدو X ساسي جدو X